السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في هذه الحلقة نود تنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ مشاهدينا الكرام بأولى فقراتنا، وفي بيان استنكار واستهجان من محافظة واسط، استنكر متظاهرو مدينة الكوت بأشد العبارات الاعتداء على ذوي الشهيد مؤمل الخفاجي أحد شهداء ثورة تشرين في واسط من قبل مقربين من الضابط المتورط بقتله. وحمل المتظاهرون القوات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حماية عائلات الشهداء في المحافظة، مطالبين السلطات الحكومية بمحاسبة المعتدين على ذوي الشهيد مؤمل الخفاجي. فلنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاعتداء الآثم الذي طال عائلة الشهيد مؤمل الخفاجي من قبل أشخاص يمتون بصلة قرابة إلى الضابط القاتل الذي سفك دم الشهيد، يتوجه ثوار واسط بالتالي إلى القوات الأمنية. أولاً، تتحمل القوات الأمنية مسؤولية حماية عوائل الشهداء، حماية عوائل شهداء تشرين وعدم المساس بهم مطلقاً أو مضايقتهم من العناصر الأمنية والعشائرية والسياسية. وردت تعليقات مشاهدينا الكرام حول هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد مع حضراتكم المقاطع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. صلاح حسن يقول: والله من والنعم من الساحة أبطال، وكلنا أخوات مهتدى والشهيد مؤمل. في رسالة أو تعليق آخر، ياسر يقول: كل أهل بغداد وساحة التحرير وياكم، فوج طوارئ التوك توك وياكم، ولي دنيالكم بمي، واللي يدنا لكم بمي نرد بدم الشهيد وأهله خط أحمر. طيب، في تعليق آخر، حيدر يقول: والله وصفة فوق الضيم يعتدون على أهل الشهيد، إن شاء الله ما يضيع حق. وفي آخر التعليقات لدينا جعفر يقول: لا تهتم بيهم، كلنا بظهرك، يبقى دم الشهيد حق وما نسكت عنه. إذن كانت هذه جزء من التعليقات التي وردت مشاهدينا الكرام حول هذا المقطع. فيما يتعلق طبعا بكورونا وانهيار القطاع الصحي في العراق، شقيق أحد المصابين وهو طبيب يحاول جاهدا البحث عن مستشفى لاستقبال شقيقه المصاب الذي ساءت حالته الصحية، متنقلا في سيارته بدرجات حرارة عالية وسط الازدحامات في مشهد مأساوي لحال المصابين الذين طالبتهم الحكومة بحجر أنفسهم داخل منازلهم والتوجه للمشافي عند الحاجة فقط. فلنشاهد. حجر منزلي، أخذ المستشفى الجمهوري يقول له ممنوع نستقبله إلى مستشفى أخرى وترجعه بالرغم أنه حجر منزلي. جيت هسه أنا جاي بعد تعليمي والحمد لله عندي قنينة الأكسجين في السيارة، والازدحام بسيطرة الخورة صل تقريبا نص ساعة بسيطرة الخورة ما قدرت أعبر، وقنينة الأكسجين جاي تنزل والتنفس مالته واصل 80 درجة. محافظ البصرة أم مدير صحة البصرة أم مدير المستشفى الجمهوري اللي عدم يرفض استقبال المرضى إلا عن طريق مستشفى أخرى وتحول بالإسعاف. يضرب الحجر المنزلي أدز المستشفى الثانية، الطبيب الطوارئ على الازدحام يراد لفد ربع ساعة على ما يفرغ، على ما على الأكسجين، على ما يحول سيارة إسعاف الجمهوري، على ما يستقبلوه مستشفى الجمهوري أو مستشفى العزل يكون قد فارق الحياة. وهاي قنية الأكسجين بالسيارة هسه مغمى عليه هو السبب محافظ البصرة، والسبب مدير صحة البصرة ومدير مستشفى الجمهوري. وأنا أطالب بتشكيل لجنة الصحة بالبرلمان لدراسة الأمر، ولكم الشكر. في محافظة القادسية، حيث لا يختلف الحال كثيرا عن البصرة، وفاة شابة بكورونا نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية في المستشفى المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة الديوانية.
وفقا لوالدها المفجوع بفقدانها. فلنشاهد. أنا أبي كاظم حسين الكيلاني أنصح شكوى واحد من الديوانية يصير عنده اشتباه بحالة كورونا ما يوصل المستشفى ولا يطلب المستشفى ولا يجي المستشفى. هذا حال المستشفى، تجي هنا ما حد له حال بيك، ويموت المريض مالتك ما حد يجيك ولا حد يوصلك، لا طبيب لا مضمد، سدية ما يطوك. هاي جبناها أكسجينها 90، نقص الأكسجين وصل 45، فقدت الوعي صار لها 5 أيام ماخذينها مسحة، 5 أيام ما طلعت المسحة، وهسه ماتت وحرنا بيها. لو ميتة هاي بالبيت أشرفنا، أشرفنا بالبيت ناخذها. هسه نريد ناخذها يقول لك لا، لازم نسوي لها مسحة، لأن المسحة مالها 8 و4 على حدها ما طلعت. تاخذ مسحة على أنطيك إياها، خاف ما بيها كورونا لو بيها كورونا. شكون متى عندك إذا ما بيها كورونا؟ شكو خليتها هنا تموت حتى ما بيها كورونا؟ مستشفى ما بيها طبيب، ما بيها مضمد، هذا القاوش فارغ بس احنا نفتر بيه. احنا نجيب قناة، نزل القناة نجيبها على حسابنا، قلنا ما يخالف نصعد وننزل قناة ما يخالف. الدور سدية ماكو، لمياء سدية ما عندك، خلية الأزمة محافظ ديوانية، نواب الديوانية وينكم؟ سهام الموسوي، لجنة الصحة، هاي المستشفى مالتكم مال الديوانية، ميت صار ساعة. دعونا نقرأ مع حضراتكم التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. أحمد يقول: هذا الكلام جدا صحيح، وأنا جربت قبل يومين، المستشفى خالية من الكوادر وبعض الموجودين من غير أخلاق، كما يخلو من أبسط الأدوية، واللي يحب خلي يشوفه بعينه. في تعليق آخر، العراقي محمد يقول: والله نفس الحالة، أبويا طاب برجله وطلع ميت بكركوك، كل شيء ماكو، لا أكسجين لا دكاترة، اللي يطب بمستشفى يطلع ميت، الله ينتقم منهم يا رب العالمين. والله هم يموتون الناس، أو هم يموتون الناس، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. في تعليق آخر، محمد حميد يقول: الله يصبرك حجي ويجبر بخاطرك، والله العظيم سبب دمار الصحة بالديوانية بسبب تحالف سائرون، وهاي الأرواح كلها برقبتهم، لأن هم اللي يدعمون لمياء وغيرها. وفي آخر التعليقات، رعد يقول: حزب الرذيلة وخامطون اللي لازمين المستشفى تحت راية المصلحين بأسامي وهمية وشعارات وأسماء تعطى لأحزاب سائرون ومخلصون وناجحون ومادحون وغيرها من هذه الأسماء التي تنم عن صفات حميدة، لكن لا يطبق أي منها في العراق. ارتفاع درجات الحرارة فاقم من معاناة العراقيين مع كورونا وانقطاع الكهرباء، الأطفال من أكثر الشرائح المتضررة بسبب بنيتهم الضعيفة التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية مع غياب الكهرباء. الأهالي خففوا عنهم بطرق متعددة، منها هذه الطريقة التي سنشاهدها الآن مع حضراتكم لأحد الأطفال الذي يحاول النوم داخل سطل للماء البارد. فنشاهد. كان الله بعونهم وشر البلية ما يضحك. بعد انقطاع دام 9 ساعات للكهرباء في بغداد، اضطر أحد الآباء أن يحول سيارته لغرفة مكيفة ليقضي فيها أولاده ليلتهم اعتمادا على تبريد السيارة. فلنشاهد. احنا بسكنة حي الأمين، البارحة الأطفال ينامون بالسيارة، 9 ساعات كهرباء ماكو، أقسم لك بالله ورسوله منيم عائلتي بالسيارة 9 ساعات. من يرضاها؟ يا برلمان يرضاها، يا العدة غيرة وشرف خلي يشوف هاي الحالة. وين وزير الكهرباء الجديد؟ وين قاسم؟ يرضاها مصطفى الكاظمي هاي الوضعية؟ يقبل عائلته تنام بالسيارة؟ أشغل تبريد بالسيارة وينيم أطفالي وعائلتي؟ من يقبلها؟ يا ضمير يا شريف بالحكومة العراقية، يقول أنا شريف خلي يسوي مثل هاي الحالة، يقدر ينيم عائلته بالشارع؟ إذا عندهم غيرة خلي يشوفون قضية الكهرباء. واكو موظفين يقولون جاي تنباع للمناطق، البارحه احد الموظفين يقسم يمين يقول جاي يبيعوها للمناطق،
يا منطقة تدفع أكثر يبيعوا لها الكهرباء. هاي حال الشعب العراقي. ليش احنا أغنى بلد بالعالم وين تروح كهربائنا؟ خلي ينظر لهاي الشبكات فساد. أما أهل الناصرية فهم يلجؤون لمياه الأنهر للهروب من ارتفاع درجات الحرارة بعد فشل أحزاب السلطة بتوفير الكهرباء طوال 17 عاما من الاحتلال وحتى هذه اللحظة، وبالإضافة إلى هدر أكثر من 62 مليار دولار كما قالت لجنة الطاقة النيابية. فلنشاهد. عملنا حكومة الناصرية يا المحافظ ناظم الوائلي، هذا حال الناصرية. هاي الأطفال والشياب والشباب هاي جيتوا مثل كين هنا، يعني 18 سنة كهرباء ما سويتوا، ومكيف المحافظ تدري شو يقول؟ يقول صبغنا الرصيف وقرمنا ذن الشجرات وسوينا زينة. شوف العالم، العالم ملت، ماتت العالم من الحار. كهرباء ساعتين وتطفي وما يماكم مو؟ هاي شوف العالم هناك نام، هنا جاي أطفال وجاي هنا شياب جاي خطين نقع الشباب. إلى متى هسه؟ تعال والله عيب عليكم يصير بالكهرباء اليوم وباكر صار شيء نصيح، يعني ما تستحون ما تخجلون. انت الخط الاحمر وانتاج الروس، انت مو مجرش وهاي الناس بتعبدكم ماتت ملت العالم، انت مو مجرشين وهاي الناس تشوفوها. ماكو واحد شرب هالبلد يشوف هذا الشعب 18 سنه كهرباء ماكو. 70 مليار صرفت انت كاظمي، تعال حاسب هذا الشهر ايش كان يقول. 2013 وصلت الكهرباء، 2013 وعلى 2020 وما عندنا كهرباء بالناصريه. هاي الناس اللي مو صرفت عليها من كوبا الناصريه ما عاد حتى ما تشرب. بس المن نشتكي رب العالمين، يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا احزاب السلطه، والله ينتقم منكم ومن احزابكم ساحه السود. نتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع وكل المقاطع التي شاهدناها المتعلقه بالطاقه الكهربائيه وانعدامها في العراق. رعد يقول اي والله ساعه السود اللي شفناكم بها، يقصد على السياسيين الموجودين او ما يسمون بالسياسيين. حسين يقول الله ينتقم منهم ومن تاج روسهم، وهذه في اشاره الى ايران وميليشيات ايران. علي البصراوي يقول الله ينتقم من كل سياسي شارك بدمار العراق. وفي تعليق آخر لدينا يوسف يقول خوي أهم شيء لا ولي إلا علي، والريد قائد جعفري، شو نسوي بالكهرباء؟ شو نسوي براحة أو بالراحة؟ هذه الشعارات التي حملها من يدعون الدين في العراق، والذين كما يقول العراقيون باسم الدين باقون الحرامية. بهذه الشعارات سرق العراق. طبعا رغم هذا الكم من الأخبار المؤلمة التي شاهدناها وعرضناها الآن والواقع المرير، إلا أن العراق لا يخلو من الإضاءات التي تستحق الإشادة. مشاهدين الكرام، مجموعة من الخيرين توفي صديقهم فعمدوا إلى جمع مبلغ لشراء سيارة وتسليمها إلى أطفاله الأيتام لغرض جعلها مصدرا يعيشون منه. فلنشاهد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا هذا كادر اللي تعب وربعنا من هواة البصرة ومحافظات العراق اللي وقفوا وقفة طيبة بإدارة أخونا نعيم حواس، الوقفة اللي وقفوها العائلة حيدر يعقوب رحمة الله على روحه. وهاي السيارة ما شاء الله اختيار اخونا صلاح قبله، سيارة جديدة بيجو 2016 اشتراها السيارة، طبعا اخت الزيرو سيارة جديدة كلش، وان شاء الله تصير سبوبة عيشة لاخونا حيدر يعقوب. تحياتنا الربعنا وما قصروا ووصلت الامانة وجزاكم الله خير، وان شاء الله كل من تبرع ترجع هاي الفلوس بالافراح له ولعياله بحق الحبيب محمد. فلنتابع التعليقات التي وردت مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع. في تعليق من ثامر يقول الله يبارك بيكم، الحمد لله الدنيا بخير بعدها بوجود الخيرين. وفي تعليق آخر أبو محمد يقول جزاكم الله بالخير أنتم وعوائلكم على هذا الموقف يا أخواننا وأهلنا، والله لو خليت قلبت. في تعليق آخر لدينا قصي يقول أبطال وحياكم، حياكم الله، أنتم أشرف وأطهر من كل سياسي كذاب ومن كل معمم فاسد فاسق يدعي بالدين أو يدعي التدين.
في تعليق أخير. مهدي يقول: ندعو الله أن يكثر من أمثالهم، أن يتخلص الشعب العراقي أجمع من ظلم الناهبين والسارقين والقتلة والفاسدين الذين جعلوا حياتنا جحيم، الله يلعنهم ومصيرهم بإذن الله جهنم وبئس المهاد. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع، نراكم بعد قليل. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة رافدين للمشاهدين الكرام مواصلة ذوي المعتقلين لتظاهراتهم أمام محكمة التمييز في بغداد، احتجاجا على عدم إطلاق سراح ذويهم الذين زج بهم في السجون الحكومية بتهم كيدية. وأعرب ذوي المعتقلين عن مخاوفهم بسبب تفشي فيروس كورونا في السجون في العراق، مؤكدين تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس داخل تلك السجون. كما استهجن المتظاهرون عدم مبالاة الحكومة لأصواتهم وتظاهراتهم المستمرة منذ أشهر. فلنشاهد. في فقرة الخبر المزيف، تداولت عدة صفحات تديرها الأحزاب والميليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحت عنوان نزاع عشائري يتسبب في قتل شخص من الأنبار. الحقيقة أن الفيديو الذي ستشاهدونه الآن يعود لتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق شخص قام بقتل شريكه، وتم تنفيذ الحكم بحقه وفقا للأعراف العشائرية السائدة في بلدة أبو حمام بريف دير الزور بسوريا العام الماضي وليس في العراق كما روجت صفحات الميليشيات. فنشاهد المقطع. في فقرة صندوق الوارد وردتنا هذه الرسالة التي سنقرأها مع حضراتكم عبر بريد صندوق قناة الرافدين، صندوق بريد قناة الرافدين، فنشاهد الرسالة. خرجنا في مظاهرة أمام محكمة التمييز في الحارثية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في سجون الظالمين. نريد منكم تنشرون الحقيقة، ولا أي شخص طلع علينا من القضاء وقال شو تريدون، بالشمس واقفين من الصبح لحد الساعة الثانية. هذه الرسالة مشاهدينا الكرام وردت عبر صندوق بريد قناة الرافدين. هناك معاناة كبيرة حقيقة، هناك نكث لوعود كثيرة تعطيها السلطة للمتظاهرين ولمن يطالب بحقه في العراق. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج، يواصل الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التغريدة على وسم الثورة تقمع بعد ليلتين داميتين عاشتهما ساحات التحرير نتيجة الهجوم الحكومي الذي أسفر عن استشهاد 3 متظاهرين وإصابة نحو 100 آخرين. الناشطون قارنوا بين وعود الكاظمي وأفعاله المشابهة لما جرى في عهد الحكومات السابقة، وصبوا جام غضبهم على محاولة فبركة الحقيقة وإعادة سيناريو الكذب، محذرين من انفجار الشارع مرة أخرى. فنشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. علي فاضل يقول: إن كنت تعتمد على هذا الأسلوب المخابراتي والاعتماد على الشخصية العراقية في نسيان ما حصل يوم أمس، ولأنها تعودت التحمل، فأقول لك تذكر سلفك عبد المهدي، إن لم تتخذ إجراء حقيقيا سيكون الوضع مختلف، ونصيحتي لك أن لا تلقي باللوم على أحدهم ليكون كبش فداء ما حصل. عفوا، في تغريدة أخرى هاشم يقول: الثورة تقمع، وصل الحال بالحكومة تقتل المتظاهرين علني
لا طرف ثالث ولا غيرهم، الحكومة تقتل في أول شهرين من عمرها. وفي تغريدة أخرى جمال يقول: لن تنتهي عزيمة العراقيين، نكون على ثقة تامة من ذلك أيها الأوغاد، ونعلم يقينا أن هذا هو ما تطمحون إليه، لكن هيهات. وفي آخر التغريدات لدينا حول هذا الوسم تحديدا صفاء تقول: صراحة عاجبني أفهم وأعرف فحوى الخطاب الرنان للرئيس، لحد الآن الأمور مختلطة علي، الزبدة شنو هسه؟ إذن مشاهدينا الكرام، هذه التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.